بسم الله الرحمن الرحيم. بشارك في إحدى الدورات التدريبية، يعني يسأل عن تدريب مصغر للكروس، للكرات العكسية، وهاي من التمارين الشائعة طبعا. يخلون فريقين يلعبون ويعزون منطقة جانبية، هاي المنطقة الجانبية مثل هذا التمرين، تمرين لعب يعني. يحددون مسافة معينة بين الهدفين، يقسمون الساحة إلى 3 قطاعات، هذا القطاع الوسطي يتم به اللعب، القطاعين الجانبيين هم يقسموا إلى قسمين، ويتم وضع لاعبين بيهم، لاعبين واجبهم فقط استلام الكرة ولعب الكرة العكسية بالبوكس، أي بمنطقة جزاء أو على الهدف. وهذه تمارين مهمة وجيدة، لكن المهم هو يذكرني هذا الرجل، يقول لي دائما دكتور أنا أسمعك تقول أنه في تمارين اللعب يجب أن تقدم لها بمقدمة معينة. المقدمة المعينة هذا اللي أقصد به، أنه أنت توزع اللاعبين بالتشكيل اللعب اللي تلعبه، وتسوي تمرين ربط بدون منافس، تسوي تكنيك، يعني تكنيك لعب الكرة العكسية. يعني أنا أتمنى أنه تنحفظ هذه المصطلحات وتتداول أثناء الدورات التدريبية. تسوي تكنيك عبارة عن ربط بدون خصم، بدون من أجل ضبط ميكانيكية الحركة اللي هي اللعب، من يعني هاي تقدر تقربها المسافة، مو شرط هاي المسافات كبيرة، لا هذا من أجل التصوير وتقرب المسافة، يبدأ الربط بين دول اللاعبين، يبدأ خلق ما يعرف أو استحداث ما يعرف بالكرة العكسية في هذه المنطقة. الكرة العكسية تلعب وتهاجم من قبل مهاجمين، ويستمر اللعب يمين ويسار يمين ويسار. وعيد للذاكرة أنه أنا قلت أنه من الدرب التكنيك لا تدرب بمسافات كبيرة، فهذه تقترب، يعني هذا يصير بالضبط 5 هنا، وذولا يصيرون على الحافة، زين ذولا يتقربون ذولا يتقربون، فيكون المسافة أبعد من هاي مو أكثر من 20 ياردة بالضبط، لكن الآن مفتوحة المسافة من أجل تصوير، من أجل يعني توضيح الرسم. ممكن أن يصير هاي المسافة، لكن أنا بما أنه جاي أسوي تمرين الكرات العكسية باللعب، أبدي بتدريب تكنيك الكرة العكسية. هل هناك مسمى يسمى تكنيك الكرة العكسية؟ نعم، مسمى يسمى تكنيك الكرة العكسية عندما يركز على آلية الحركة اللي راح تنفذ بها حركة أو جملة الكرة العكسية، فتتكرر وتقدر تخلي اللاعبين من مواقعهم. لاحظ الآن إحنا فريق لاعبين من مواقعهم، 3 و11 على اليسار، 2 و7 هنا، والمهاجمين ولاعبي الوسط والمدافعين المركزيين، ويكون اللعب بتركيز على ما يسمى بالكواليتي. ثم تطفي فترة راحة صغيرة وتنتقل للتمرين الثاني. أنا تحول التكنيك إلى مهارة، تضع مدافعين هنا، تضع مدافعين بالوسط، يعني تضغط على اللاعبين شوية، وإن كان الضغط يفضل أن يكون ضغط نصف ضغط أثناء البناء وضغط كامل أثناء مهاجمة الكرة العكسية. إذا نصف ضغط أثناء البناء وضغط كامل أثناء الكرة العكسية، تكرر مرة مرتين 3 6 7 8 ما تزيد عن 10 مرات، وتكون أنت قدمت لما يعرف بتمرين لعب الكرات العكسية. الآن تنتقل لتمرين لعب الكرات العكسية أو ما يسمى بتمرين اللعب، وتحط فريقين يلعبون، تقسم الساحة قسمين 3 ضد 3 في كل ساحة، وتبدي تلعب لعب اعتيادي. والفريق هذا الأبيض اللي هم المدافعين يحاولون يوصلون زملائهم المهاجمين، المهاجمين يحاولون أن يلعبون للاعبيهم الأجنحة، الأجنحة من تو تاتش، من وان تاتش، من الدريبل، يحاولون ينفذون الكرة العكسية اللي تهاجم من قبل دولة 8 و9 و10 الأبيض، ويكون الدفاع عنها من قبل لاعبي الأصفر الأرسل، 4 مدافعين 3 مهاجمين، مهاجمة الكرة العكسية من اليمين ومن اليسار. نفس الشيء بالعكس، عندما الحارس عنده كرة ويسلم الفريق الأصفر، الفريق الأصفر يحاول أن يعني ضع شرط يعني يلعب، لأن هما هنا أنا 4 الفريق الأصفر ضد 3، فيحاولون أن يلعبون ما يعرف بعدد من الموالات قبل نقل الكرة إلى فريقهم
الأصفر هنا اللي بدورهم ينقلوها للجناح، والجناح يحاول يمين أو يسار يحاول أن يلعب كرة باتجاه الهدف المهاجمة من قبل فريق المهاجم، وهكذا تشوف أن هناك لعب كرات عكسية من خلال من اليمين ومن اليسار باتجاه الهدف. هذا هو ما يسمى بأولا التقديم للعب، التقديم للعب في كرة القدم. تقدم له تمارين شبحية تركز على آلية الجملة التكتيكية بدون ضغوط، ثم تزيد الضغوط عليها شوية، فتحول التكنيك إلى مهارة، ومن ثم تدخل في صلب موضوعك اللي هو يسمى لعب الكرات العكسية، يعني تحسين لعب الكرات العكسية عن طريق جيم، عن طريق لعب. واحد يسأل سؤال يقول لو انتقلت الكرة من المدافعين دول الأبيض إلى المهاجمين الأبيض، وهذا المهاجم الأبيض وجد فرصة سانحة للتصويب وتسجيل هدف، هل يلعب جناح؟ طبعا لا، هذه من أخطاء التدريب، لأنه أنت لما تقول اليوم تركيزنا على اللعب نحصل على الكرة بساحة المنافس ونحاول أسرع وقت ممكن نلعبها بهذا القطاع، لأن هذا القطاع يكون السبعة حر والدعش حر، عليها فقط تمثيل ما يعرف بتكنيك الكرة العكسية. ولكن إذا وجد هذا اللاعب على سبيل المثال، إذا الكرة مع التسعة وهذه الوضعية مفتوحة وكان باستطاعة التسعة أن يدخل ويسجل، فعليه أن يدخل ويسجل. نحن ندرب وضعيات واقعية، الوضعيات الواقعية أنه اللاعبين الأبيض هنا المهاجمين من يستلمون ويلعبون للجناح، يستلمون ويلعبون من الجناح ما لا تكون هناك فرصة للعب بالعمق وتسجيل الهدف. هذا معنى دعم كامل، إن وضعنا أربع مدافعين مثلا ضد ثلاث مهاجمين، إذا وضعنا أربع مدافعين ضد ثلاث مهاجمين من الصعوبة للزيادة العددية المهاجمين، من الصعوبة اللعب من العمق، لذلك نجبر اللاعبين على اللعب على الأجناب على الأطراف من أجل نحقق الهدف من الفعالية هذه. نفس الشيء هذا يقال هنا. واحد من أكبر الأخطاء أنه بعض الأحيان تجد لاعب هنا مع الكرة والهدف مفتوح، هذا اللاعب يلعب للجناح. ليش؟ لأن هدف الوحدة التدريبية لعب للجناح، هذا لا يجوز. الهدف الوحدة التدريبية نحققه عندما لا يكون خيار، عندما لا يكون هناك خيار لتسجيل هدف يسمى مباشر، فنلعب غير مباشرة، يعني نلعب للجناح ونهاجم الهدف. فبالنسبة لأولادي المدربين الشباب الكذا ينتبهون لهذه النقطة، وأنا وضعت هذه الفعالية وشرحها بناء على طلب معين، فأدي بهذه الوضعية اللي هي يسموه تدريب آلية الكرة العكسية. طبعاً قلنا نقترب دائماً نقترب من منطقة الجزاء، من ندرب تكنيك على هدف دائماً نقترب من منطقة الجزاء، لا تخلي مسافات كبيرة، ثم ننتقل نضع مدافعين ونضع مدافعين بالوسط، يعني نوع ما من أنواع الضغط للاعبين حتى نحولها إلى مهارة، ومن ثم ننتقل لتطبيق فعاليتنا اللي إحنا مطلوبة من عندنا. فأني أسمي هاي الفعاليات، أسميها شخصياً، أسمي هاي إحماء لفعالية اللعب، هاي إحماء العفو، هذا إحماء ثاني لفعالية اللعب، وهذا اللعب. أنا دكتور مفتوح المال، هذا برنامج لتطوير الفكر التدريبي للمدربين العرب، وهو جزء من فعاليات رابطة المدربين العرب المحترفين بكرة القدم. شكرا جزيلا أخوانا، جمعة مباركة، طبعا اليوم جمعة، أحلى أيام الأسبوع الجمعة، كونوا إلى الله أقرب. أمس يكلمنا واحد يعني بعد الصلاة جلسنا وتحدث أحد الأشخاص وقال أعظم ما يقال أنه احفظ الله يحفظك، كن صديق لله، ابتعد عن البشر كثير، مو كل البشر طبعا، ابتعد ممن لا يخافون الله. لذلك البعض يقول اللهم إني أعوذ بك ممن لا يخافك. شكرا.